هذه الحطه نتاع الاخ سعيد، هذا اللي حدا الرون بوان ديال الجدرميه في الخرجه نتاع مكناس طريق خميسات، حدا الدوره ديال الطريق ديال عين الجمعه. موجود الخير تبارك الله، موجود الزيتون، الكحل موجود تبارك الله، داكشي زوين، سلعه زوينه، موجود الخير. بلغ باللي بغى شي ثلاثه القناطر ديال الكحل كاينه موجوده، كاينه موجوده، موجود اكثر كاع تبارك الله. شحال داير الكحل؟ هاكاك بالجمله 18 درهم. 18 تبارك الله. وبغينا الزيتون ديال الطحين ديال الطحين، كاين هو كاين موجود. اللي بغى الخضر، هذا الشيء البلدي، هذا البلدي، هذا هذا ملون، هذا فيه ثلاثه ديال الالوان، الكحل والحمر والاخضر. شحال هذا؟ اللي بغى الكحل، اللي بغى الكحل كاين، هو كاين حتى هو. هذا الزيت، هذا ديال الطحين، ديال الطحين، ديال هذا هو اللي كيعطي الزيت مزيان. تبارك الله. وهذا وكاين حتى هنا، يعني كاين زيتون تبارك الله كاين. شحال داير هذا ديال الطحين؟ هذا داير 14 درهم. 14 سقوه مزيانه، كاع الناس اللي تيديوها تيشكروها، تيقول لك راه كاينه 18، كاينه 19 ونص. تعطي في الروندومون، تعطي في الروندومون مزيان. مزيان تبارك الله. موجود اللي بغى جوج طون، ثلاثة طون، موجود الخير تبارك الله، اللي بغى شي حاجة موجودة الحمد لله. إذا الخير موجود الحمد لله، الزيتون موجود. قال لك الروندومون هذا ديال 14 كيعطي 18 19، يعني على حسب الناس اللي داوه. بعد الكحل ديال الماكلة موجود، الزيتون هنا يعني السعيد باقي شاد في الثمن شويه، باقي شاد في 14، ولكن الأثمنة هبطات، يعني هبطات شويه، كاين 12 13. رجعنا على طريقنا، شفنا الزيتون، نعاودو نشوفو هذا، نقارنو، نشوفو هذا السيد هذا اش تيقول. خا ندير واحد الدورة ما تماش، هذا تيكون عندو داكشي قليل. هذا ما عنده دوك الصنادق اللي شت غير الحامض ماشي اللي هي الزيتون، يا الحامض وليني. قال لك الكحل تيبيع تيقول حتى هو 18، وقال لك اودي الزيتون ديال الطحين كاين ولكن غالي، قال لك تيدير 14 درهم. يعني ما عندوش، يعني الا قلتي له مثلا اعطيه لي ب 14 غيمشي يدبر عند شي حد ويجيبو لك، يربح معاك البارد. الزيتون دابا بدا تيرجع، بالخصوص الا كان طاحت عليه الشتا، ولا كان شارب الماء مزيان،
راه غادي يكون المردوديه هابطه، يعني غيكون شابع ما يكون شبعان الماء، يعني غيكون المردوديه ديالو هابطه. نمشيو نمشيو نطلعوا على ديك المعصره ديال زيوت مكناس. شوفوا المردودية كي دايرة، هما تيعطيو الخبار ديال المردودية. شي سكنات زوينين هنا، يعني السكنة شحال من واحد تيبغي يسكن على برا هكا، يقول تيقول بغيت شي سكنة هكا على برا من المدينة، مهني فشي فيرما تدخل بالطريق داك الشي محيط. فما سهلاش. ماشي من ناحية المادية، يعني ماشي على قضية الفلوس تشريها، من ناحية يعني الأمن والأمان، من ناحية لا سيكوريتي، خاصك دير عساس أو عساسة وكثر من عساس والكلاب وتكون مسلح. أغلبية اللي تيكونوا هكا تيكونوا دايرين رخصة الصيد وتيكونوا مسلحين، يعني تيكون داير رخصة حمل السلاح ديال القنص، ولكن هي في الحقيقة دايرها على قبل الحراسة، وخا هي ممنوع ممنوع منعا كليا باش تستعمل يعني السلاح نتاع الصيد، ف مثلا باش تهدد به شي واحد ولا، ممنوع منعا كليا. هاد الطرف اللي منجور غادي نهربوا عليه. باش ندخلوا هنا مقادين، ولكن تيديرها يعني تيأمن راسو، يعني كيحس شوية بالأمان نسبيا، كما قال هذاك نهار توقع الواقعة تيقول لك تبكي عليه مو هو، يعني اللي جاي يهاجم عليه. لحقاش لي ملي كي شي واحد كيهجم على مثلا راه ما تي يعني راه تيكون عوال عليها، اللي كيجي واحد ويدخل عندك لدارك ويهجم عليك، انت مثلا في الفيرما ديالك ويدخل عليك ينقز الحيط وهذا ويدخل عندك عوال يشفرك، شنو زعما هادي هذا يعني 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 تيكون عوال عليها. اما ميت اما حي، اللهم كي قال هذاك تبكي عليه مو هو. دونك يعني الانسان ما يبقاش يقول زعما حكا راه السكنه على برا حكا راه زوينه ومزيانه وهذا، لكن واحد تجمع سكاني يعني نسبيا تيكون الامن، يعني تيكون الامن يعني يعني كاين اون سيغتان سيكوريتي ميتويال، يعني كاين واحد الكارديناج،
يعني واحد النوع ديال الحراسه نتاع لو جروب، يعني مجموعه ما غاديش تجي يعني مجموعه كبيره، ولكن واحد هكا فوست فيرما بوحدو راه مشكل. دونك كاين مثلا اللي تيقول غندير واحد السكونه في الباديه، ندير واحد السكينه على برا تي ونمشي لها خطره خطره، راه نهار المره الاولى غتمشي، المره الثانيه غتولي ما تلقى حتى حاجه في ديك الدار. البيبان والشراجم تلقاوهم داوهم يحيدوهم حتى هما، باش يعني الانسان ما يقول زعما ما يبقاش يتمنى شي حاجه اللي ما كايناش. نقول غندير واحد الدويره مثلا هنا، نجي على برا في واحد البلاصه طرفة زوينه الهواء الطبيعه، غندير واحد المحل، غادي نشري واحد مثلا واحد 2000 متر ولا 3000 متر ولا حتى نص كتار كاع 5000 متر، يعني نص كتار، ندير واحد السكوينه ونبقى نمشي لها خطره خطره. خاصك دير عساس، باش دير عساس خاصك دير له السكنه ديالو، خاصك تخلصو خاص وخاص. يعني ماشي شي حاجه اللي سهله، يعني هي يقول نقول انا غندير صافي وندير، بغى يدير مثلا كيقدر يدير في وسط الناس، حتى تكون في وسط الناس نسبيا يعني كتكون يعني محضي، الا ما كانوش شي دراري باسلين، ما معنى باسلين انت يكونوا الدراري مبليين كيتحشوا كيت هذا، يعني ما تيخدموش وخصهم يدبروا على المصروف، نهار تيتقطع ما تيبقى يعقل حتى على والديه، راه اللي بانت له كيهبط عليها. دونك الانسان ملي يشوف مثلا شي حد هكا، هادو الناس ساكنين على برا، راه ساكنين وبالخيم ديالهم وفي وسط العائلات ديالهم وفي وسط ولاد عمهم، وبعض المرات تيصبحوا كيجيو تيقلبوا تيلقاو البقيرات ما كاينينش، شاو البقيرات تلقاو الكلاب ميتين، كلاب علاش عوالين؟ لا حلهم الكفته فيها الدواء ديال فيها السم قتلوا الكلاب، وتيدخلوا وتيجمعوا البقيرات. تلقى يدو الريح، تلقاهم مساقوا الغنم، اللي عنده شي غنم مثلا مشى. اذا عفاش كاين هنا، عفاش كاين هنا، الزيتون تبارك الله كاين شي حاجه دين. هادو بحال دابا هادو شاريين الزيتون، ها هما منقيش منو الكحل، هذا زيتون مزيان فيه الكحل فيه الخضر فيه الحمر انتي، ولكن وحدين اخرين دابا كون طاح فيه هذا شي بيع شي راي، راه هذا كله كحل، غادي يحيد هذا الكحل غيبيعو ب 18 درهم ها شوف تبارك الله.
شوفوا هاد الاخوان شحال عطاتهم. هادي معصرة زيوت مكناس، واحد السيد دابا صورته هو الاخر في الفيديو، الفيديو نتاع الزيتو ديال الزيتو، اللي صورت لداخل 9 ديال القناطر عطاتو 150 لتر. تا لقيتها 16.66. والزيت راكم تشوفوها في الصورة كتبان مليحة. دابا راجعين لمكناس، هاد الزيتون اللي على اليسار أربي كوين مازال ما حيدوه، هذا مصاوب على حساب باش يتحيد بالآلات، الزيتون مقاد خصو غير داك الآلة ديال الفيبرور. يعني تبارك الله فيرما كبيرة تبارك الله، مازال غادي يزيد. ده كيلومتر النهاية ديال هاد الفيرما. تنظن هنا تسالات، إلا ما دازتش يمكن دازا من اللور، دازا من مور الجماعة، من مور هادشي هذا. صافي هنا تسالات بالضبط. هادي يمكن وحدة أخرى، هادي فيرما أخرى، هادي أصلا حتى هي نفس بحال بحال نفس السلعة، هي فيها الأربي كوين. هنا تسالات معلق مع الطريق بلوتوري.
19. هذه دار الدول اللي قدامنا. وقيل يجنا الزيتون وزبروه. الطريقة ديال الزبير راه كتلعب يعني دور كبير في الإنتاج، يعني خاص لي زبر خاص يكون تيعرف. زيد دغيا باش ما نبقاش شاد النوم حتى يجيو الاخرين. فاش كنا طالعين راه كانت قبطنا النوبه، بقينا شحال وحنا كنتسناو. دابا تيقول لي زيد دغيا، عرفتش شتو ولا لا؟ خدامين بالراديو مزيان، لا تولكي وولكي. هاك ضرب واحد الزدحة حضي، وهاد مول اكسبريس كيغيزدح. لا بس ما جاش بسرعة بحال الآخر. هذه على اليمين الطريق اللي كتدي لوتوروت، يعني 7023. اشغال ديالها راه تقريبا على وشك النهاية.
داروا التريطوار. سيديرو شي رون بوان هنا، سيديرو بحساب هاد الطريق، هادي الطريق اللي هابطة والطريق اللي دابا هادو سمحوا للسيد يدوز، ولكن ها هو الاخر جاي، الطاكسي خارج وهو خارج، الاخر داخل، حتى حنا راه بغينا ندورو من تما، ولكن مايمكنش. على الاقل تكون واحد الرؤية واضحة. هذا الرون بوان ديال اسواق مرجان هو اللي داير هاد الاشكال. لم يبقوا يدخلونا، هذاك اللي تيبان وفاس راه طيل الدالية، جيناه جنب. السبيطار مستوصف نتاع مرجان، you
الله عليكم. السلام عليكم.